هلو وادي هاي. I have a message. عندي رسالة بدي أعطيها للناس. أنا كتير مبسوطة إنه اليوم معكم. رح نحكي شوي عني عن حياتي كمسلبة ونكتشف شو في كمان قصص أعملها very soon. كل حياتي كنت بفكر أقدم صراحة من أنا وصغيرة، لأنه وين ما بروح في ناس بيسألوني إنه ليش ما بتقدمي وهيدي تجربة حلوة. sometimes كنت أخذهم، يعني كنت أخذ الشغلة جدياً إنه إيه أكيد بدي أقدم، و sometimes أقول إنه ما عندي وقت، عندي جامعة درس. فإجتني هيدي الفرصة هيدي الصيفية الماضية وقدمت. I'm so happy أنه قدمت، مش بس لأنه ربحت كملكة، بس لأنه بحس أنه كل شخص إذا بده يعمل شيء بالحياة حلو يجرب at least. فهيك مثل لبنان في عندي كتير مشاريع، وأكتر شيء أكتر مشروع عبالي ركز عليه وعم ركز عليه already 5 أشهر هو ميشن أو قضية تمكين المرأة. at the same time بدي ركز على التورستيك aspect of لبنان. اكتسبت هيدا الصوت وهيدا القوة يلي هي I have a message. عندي رسالة بدي أعطيها للناس. كل شخص يعيش اللحظة بكاملها. To live every moment and enjoy it. لأنه we only get this once. And it's a learning process. شو ما بيصير, just learn from it and move on with a big smile on your face. And this is my message.